طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية: الحوثيون يواصلون نهب العملة الوطنية من المواطنين. فنانة تشكيلية في مدينة لا تهتم بالريشة والرسم. ومن أخبارنا المنوعة: سرق بنكا وألقى بالأموال في الهواء مرددا ميلاد مجيد. أهلا بكم. تواصل ميليشيا الحوثي حملتها المركزة لمحاربة العملة الوطنية وسحب الفئات النقدية المطبوعة حديثا من المواطنين مقابل تعويضهم بعملة أطلقت عليها الريال الإلكتروني. وعنونا موقع قناة بلقيس الإخباري: الحوثيون يواصلون نهب العملة الوطنية من المواقع وسط تخاذل حكومي واضح. وأكد الموقع أن قرار الميليشيا تسبب بمضاعفة معاناة السكان في مناطق سيطرتها، حيث امتنعت المحلات التجارية ووسائل المواصلات وغيرها من قبول العملة الجديدة. وبحسب مصرفيين وسكان محليين، فإن هذا القرار تسبب بإرباك كبير للسوق المحلية وحرمان المواطنين من الحصول على الغذاء والدواء وتسيير أمور حياتهم في مناطق سيطرة الحوثيين. وكانت الحكومة قد وجهت نداء للأمم المتحدة تطالبها بالتدخل لإنقاذ العملة الوطنية والاقتصاد من عبث الحوثيين. في المقابل، حذر البنك المركزي المواطنين من مخطط لميليشيا الحوثي في الاستحواذ على أموالهم. وأكد البنك أن كافة الأوراق النقدية بجميع فئاتها المتداولة تعد عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية. وعلق الأستاذ الدكتور فيصل الحذيفي بقوله إن إلغاء العملة الجديدة من قبل الحوثيين يأتي بغرض الاستحواذ المتعمد على أموال الناس ومصادرتها دون وجه حق. وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة إلى أن اعتماد العملة الرقمية يفتقد لدولة ضامنة قادرة على منح أصحاب الأموال أموالهم النقدية متى ما أرادوا، بحيث يكون البنك المركزي المحتفظ بالنقود أو البنوك التجارية هي الضامنة. محمود ياسين يكتب عن الريال الإلكتروني الذي تسحب الميليشيا أموالا من المواطنين تحت غطائه، وأفاد في مقال تنشره بلقيس. ما معنى هذا؟ تقرر أن النقود التي في جيوب الناس لم تعد صالحة ودون أي تدابير مقابلة ولا استبدال. تخبرهم عن رصيد إلكتروني لا يصلح لشراء شيء، والناس لا يعرفون ما هذا الريال الافتراضي. لديهم ريالات قليلة بقيت تتعامل بها سنوات، تقوم بإلغائها فجأة وبدون أي عناء وباسترخاء لا يتمتع به غير منعدمي الضمير الأثرياء والمفتقرين في ذات الوقت لأي حس بالمسؤولية. لم تترك لهم حتى المتبقي بجيوبهم دون رواتب ولا ضمانات حياة من أي نوع، وكأنك تلاحق كل الذي بقي في أيديهم في غفلة من عينك الحمراء التي لا تدع أحدا ينام. يا أخي، إذن لم يكن هناك من ضغط مسؤولية فدع للناس دورة الحياة البدائية وهي تعصرهم وتستنزفهم ممكنات التواجد تحت رحمة سلطة جباية بدائية ولصوصية تعلمت مؤخرا أكاذيب وحيل الإنترنت، تصادر كل ريال طبع حديثا في جيب كل متواجد في نطاق سلطتك وبالكاد يلامس الريال الواقعي. وبكل بجاحة العالم تقول لي ريال إلكتروني. لو تمتعتم بالحد الأدنى من المسؤولية لبادلتم النقود الطبعة الحديثة بما يقابلها من الطبعة القديمة، ويغادر المواطن البنك وحقه في جيبه وليس في العالم الافتراضي، بينما هو في الحقيقة عملية نهب لوجه الريح. والأذية التي أمست لديكم شكلا من الإدمان واختبار للقوة التي لا يردها دستور ولا عقد اجتماعي من أي نوع، القوة التي لا تلجمها رغبة في طمأنة الناس بكونهم مواطنين وليس خصوما، القوة التي لا تكترث لمنح الناس ما يقدمون مقابله بعضا من الثقة والاعتراف بسلطة الأمر الواقع، قوة منصرفة كلية للتسلط وانتزاع ما تبقى في قلوب البشر من أمان وما تبقى في جيوبهم من نقود. قبل 5 سنوات سلمت قوات نظام صالح محافظة إب إلى ميليشيا الحوثي بدون أي قتال. وقتها اعتقد أهالي المحافظة أن مدينتهم لن تقع في أي معركة، ومنذ ذلك التاريخ ومحافظة إب تشيع وتدفن من أبنائها وآخر الضحايا وفقا لموقع الصحونت.
مصرع 24 مسلحا من محافظة إب وهم يقاتلون في صفوف الحوثي بالضالع. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي تواصل تشييع قتلاها من أبناء محافظة إب والذين لقوا حتفهم بمعارك بمحافظة الضالع. فخلال يومي الثلاثاء والأربعاء تم تشييع 5 قتلى بعدد من المناطق بمحافظة إب بعد أيام من تشييع العشرات من القتلى بمختلف المديريات. ومن بين القتلى الذين جرى تشييعهم زكريا محمد السقاف مديرية النادرة، ومشتاق حيدر المعزبي مديرية القفر، ولقوا حتفهم بجبهة الفاخر بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع. الفن نافذتي التي أنظر بها للعالم بشكل مختلف، هكذا ترى الفنانة التشكيلية العنود علي أناملها وهي تشكل العالم كما تريد وهو كما يحب الناس أن يشاهدوه، عنوان موقع المشاهد نت. فنانة تشكيلية في مدينة لا تهتم بالريشة والرسم، العنود التي تبذل جهودا في دراسة عامها الأخير بقسم التربية الفنية في جامعة دمار الحكومية بدأت العمل مع الألوان وهي في السن 12 من عمرها، وعندما وصلت إلى المرحلة الثانوية كانت متمكنة تماما من استخدام خامات مختلفة وألوان متعددة وتشكيل والنحت الذي أجادته على الخشب والطين والجص والرسم على الملابس والزجاج. الفتاة التي أمضت 8 سنوات في فن الرسم بمدينتها دمار 100 كيلو متر إلى الجنوب من العاصمة صنعاء حولت كاسات الشاي التي تستخدمها أسرتها ونوافذ منازلها وصحون منزلها وصحون المطبخ إلى لوحات فنية كما تروي وتلخص تجربتها الفنية في مواضيع عن الواقع المحيط بها، عن الحزن الذي خلفته الحرب على اليمن، وقليلا ما ترسم لوحات خارجة عن الوضع خارج بلدها. وتقول: أحيانا تدفعني بعض المواقف المؤثرة التي أراها في الواقع إلى تصويرها في لوحة فنية مثل الفقر والنزوح والمجاعة والدمار. المشكلة في نظر العنود هي تضاءل عدد المعارض والمسابقات الفنية، الأمر الذي انعكس على واقع الحراك التشكيلي في محافظة دمار. ولا تعتقد أن البيئة اليمنية عموما ودمار على وجه التحديد قد تحتضن فنانا تشكيليا وتدعمه وتشجعه، وعليه أن يكون داعما لنفسه ماديا ومعنويا. عند انتهاء العام الميلادي كتبت دنيا الخامري في موقع عدن الغد وتطرقت للعديد من المآسي التي شهدها اليمن خلال هذا العام. 2019 عام الخيبة بكل معانيه ومرادفاتها لليمن واليمنيين كافة، عام حصد فيه الكثير من الأحداث على كافة الأصعدة. تقارب الزمان بحيث أصبحنا نشعر بأن الوقت قصير وأن السنة كالشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كحرق السعف. وفي اليمن انتهاكات ومجاعة وأوبئة وأمراض وفقر وتشريد ونزوح واعتقالات قسرية وقتل ودمار وجرائم لا تعد ولا تحصى وحرب لا هوادة فيها، جميعها عناوين لحصاد مثقل بالكثير والكثير لم يذكر بعد. هذا هو حال اليمن في ظل استمرار سيطرة الميليشيا الحوثية على صنعاء والمناطق المجاورة لها، وسط صمت دولي مخيب ومراوحة اتفاق الرياض في العاصمة المؤقتة عدن مكانه، حيث لا فرج يذكر ينعش أمال اليمنيين بمستقبل مشرق هنا أو هناك. نفق مظلم يخيم على الأجواء اليمنية وسحابة شتاء قاتمة وشديدة البرودة تحمل في جعبتها مزيدا من المعاناة لمن تأمل أن يتحول مسار المفاوضات والمشاورات إلى الحل والخلاص والسلام المرتقب. فإذا لم يكن من المرغوب فيه أن يكون لدى عامة الشعب وعي سياسي قوي، فكل ما هو مطلوب منهم وطنية بدائية يمكن اللجوء إليها حينما يستلزم الأمر. ترتفع نسبة حوادث السير في اليمن نتيجة عدم صيانة الطرقات بشكل أساسي منذ سقوط صنعاء بأيدي ميليشيا الحوثي، وتفاقمت المشكلة خلال سنوات الحرب المستمرة ما يؤدي إلى سقوط ضحايا نتيجة الحفر الكثيرة المنتشرة. وقد نشرت صحيفة العرب الجديد تقريرا بعنوان ضحايا الطرقات في اليمن، ويقول المتخصص في هندسة الطرقات ماجد سلطان للعرب الجديد أن كثيرا من الطرقات في اليمن باتت غير صالحة لمرور السيارات نتيجة تعرضها للقصف الجوي أو تأثرها بالمعارك. ويضيف أن الحفر والمطبات المنتشرة في معظم الطرقات تتسبب بحوادث سير كثيرة مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، إنها بمثابة مصائد لقتل المسافرين وحرب أخرى تضاف إلى الحرب الدائرة في البلاد. وفقا لسلطان
يقول مشددا على أهمية إعادة تأهيل كل الطرقات في البلاد لأنها من الوسائل التي قد تساهم في التقليل من نسبة الحوادث. وتقول الصحيفة إنه منذ سيطر الحوثيون على صنعاء فقدت البيانات ولا وجود لإحصائيات بعدد من يموتون على الطريق، إلا أن إجمالي عدد الحوادث في صنعاء خلال هذا العام من يناير وحتى سبتمبر بلغ أكثر من 7000 حادث سير حصدت أرواح 925 شخصا. كذلك بلغ إجمالي عدد حوادث السير في محافظة مأرب الخاضع على سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا منذ يناير وحتى أكتوبر نحو 1000 حادث سير أصيب خلالها 721 شخصا وتوفي 122 منهم. نعم، المرأة ثورة. تحت هذا العنوان كتبت الأردنية لميس أندوني مقالها المنشور في العربي الجديد مضيفة: من السودان إلى فلسطين ومن الجزائر إلى العراق مرورا باليمن ولبنان، زيانت الصبايا والنساء الشاشات في مقدمة المظاهرات والاحتجاجات في تجسيد لرؤية تحررية لا يمكن أن تكتمل من دون وجودهن. تبقى انتفاضة الشعوب من أجل الحرية والعدالة منقوصة من دون مشاركة المرأة والاعتراف القانوني بحقوقها. فرض وجود المرأة في شوارع العواصم والمدن العربية يفرض اعترافا يكسر القيود الاجتماعية والنفسية وبالتالي وضعها القانوني والسياسي. ففي اللحظة التي قادت الكنداكات الهتافات والأغاني في ساحات السودان تهشم الحظر على نشاطهم العام، بما تلألأت الأجواء بإطلالة اللبنانيات الأنثوية محطمات صورة نمطية محافظة سيطرت على المجتمع العربي في العقود الأخيرة. تحكم على المرأة من خلال لباسها وتحدد قيمة عقل الفتاة وجديتها بمدى التزامها بما يراه المجتمع الذكوري النظرة محتشما أو غير محتشم. الأساس أن تشعر الفتاة أو المرأة بحرية خيارها، إن كان اختيار ثياب تلبسها أو دراستها أو تقرير حياتها ومستقبلها في حينه. هي تختار أن تلبس الحجاب والعباءة أو الفستان أو الجينز وترسم وجهها كما تريد، لأنها أمور يجب ألا تدخل في تحديد دورها في المجتمع وكبح طموحها، لأن يكون خيارها رهينة لمشيئة الذكور أو الضغط المجتمعي. نعم، هناك اعتبارات للبيئة، لكن ما يحدث أنها تجد نفسها معاقبة أو محظورة الحركة رهنا لمشيئة عائلتها، فيما يتفلت شباب كثيرون من مسؤولية في تعاملهم مع الفتيات والنساء، وكأنهن لسن أكثر من صيد يتلذذ الذكر بالحصول عليه، تركه وهجره أو استعمال العنف معه، لأن الفتاة ليست أكثر من صيد لا قيمة لمشاعره أو حياته. رجل الأعمال الهندي المولود في مدينة عدن اليمنية موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا، أضاف إلى ثروته هذا العام 17 مليار دولار. وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: أثرى أثرياء آسيا حقق 17 مليار دولار في 2019 ويستعد لمنافسة أمازون. وذكر مؤشر المليارديرات أنه بهذه الإضافة بلغت ثروة أمباني نحو 61 مليار دولار. وفي المقابل نمت ثروة جاك ما مؤسس مجموعة علي بابا بقيمة 3.11 مليار دولار، بينما خسر جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون 2.13 مليار دولار من ثروته. ويضع المستثمرون أموالهم في شركة ريلانس إندستريز في رهان على مجالي الاتصالات وتجارة التجزئة، وفي مسعاه لتأسيس سوق محلية عملاقة للتجارة الإلكترونية لتحدي شركة أمازون في الهند، أنفق أمباني ما يقارب من 50 مليار دولار أغلبها بالدين على شركة اتصالات لاسلكية أصبحت الأولى في الهند خلال 3 سنوات منذ تأسيسها. قام بسرقة بنك وبدأ في إلقاء المال من الحقيبة في جميع أنحاء المكان ليلتقطها المارة صائحا ميري كريسمس، أي عيد ميلاد مجيد، قبل أن تعتقله الشرطة وفقا لموقع دي دبليو. سرق بنكا وألقى بالأموال في الهواء مرددا بعيد ميلاد مجيد. وقالت الشرطة ووسائل الإعلام في ولاية كولورادو الأمريكية إنه تم القبض على رجل ذي لحية لاتهامه بسرقة بنك وإلقاء الأموال المسروقة على المارة. وذكر تقرير للشرطة أنه تم القبض على ديفيد واين أوفلر 65 عاما في مقهى ستاربكس القريب، بعدما استهدف بنكا بعد الظهر وهدد باستخدام سلاح وترك البنك وفي حوزته مبلغا نقديا لم يتم الكشف عنه.
وشاهد عيان قال إن الرجل خرج من البنك وألقى الأموال في جميع أنحاء المكان، وأن المارة جمعوا بعض النقود وعادوها للبنك في حين توجه السارق إلى مقهى وجلس ينتظر الشرطة. اللاجئة الأفغانية رازيا غلامي رسمت في عام 2019 العديد من اللوحات التي تعبر عن اللاجئين وما يتعرضون له، ومن المقرر أن تعرض هذه اللوحات في لندن بمعرض فني تحت عنوان لم نختر هذا بعد أو لم نختر هذا أبدا. وقد نشرت الجارديان عددا من هذه اللوحات نعرضها في جولتنا اليوم. في آخر فقرة من حلقتنا لهذا اليوم اخترنا لكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير والتي تعبر عن قضايا عديدة، نتابع. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشف الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.